الذي أصابني وأصاب غيرنا ضعف اليقين. لو أن شخصا ما يعرف أن هذه الإشارة بالذات عليها كاميرا مرور في موقف. لا حسب حسابه في كاميرا ترى انتبه في هنا كاميرا في كاميرا يعني مخالفة يحسب لها حساب. طيب كيف أنت عندك إيمان بأن الله سيبعثك ويحاسبك على ما أسررت وعلى ما أظهرت وعلى ما نطقت به ما يفض من قولي إلا لديه رقيب عتيد وعلى ما نظرت وعلى ما سمعت ثم مع ذلك نصرف؟ هذا لا شك أنه فيه ضعف يقين. لذلك الإيمان يزيد وينقص، يحتاج دائما إلى أن نتذاكر، إلى أن ننظر في أحوالنا، إلى أن ننظر في أخلاقنا، إلى أن نراقب ألسنتنا، إلى أن نراقب أوقاتنا، أسماعنا، أبصارنا. كل يوم نقترب إلى نهاية آجالنا، وقد يباغت أحدنا الموت يأتي باغتة من غير مقدمات، قد يكون معافى سليما ومع ذلك الموت يأتي الكبار والصغار والمرضى والأصحاء والرجال والنساء وفي الحاضر وفي السفر الأغنياء والفقراء، ويموت الأجنة في بطون أمهاتهم ولم يرتكبوا شيء من المخاطر. ما تقول ماشي سريعا ولا ماكل دسم ولا ما حضر صحته ولا لا 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 جنين في بطنه يموت. حتى قيل بعد المراقبة لأحوال الناس الموت في الصغار أكثر من في الكبار. لو واحد سمع كم عمره شايب ولا عجلي الله يرحمه، لا ترى حتى الصغار حتى الشباب حتى الأجنة في بطن أمهاتهم يموتون. وقال الموت في الصغار أكثر من في الكبار. البغتة هذه المشكلة المفاجأة. قد ينوي الإنسان أنه يحسن من نفسه، أنه يحافظ على وقته، أنه يقرأ من كتاب الله، أنه يحافظ على السنن، أنه لكن يسوف بعدين. إن جاء الشتاء قال بالصيف، وإن جاء الصيف قال بالشتاء، وإذا عزب قال بعد ما تزوج أضبط له، وإذا هذا قال لما ولا وبعدين. كم إنسان انتظر أن يكبر ولا أن يتزوج ولا أن، ومع ذلك فاجأه الموت الذي ذكر به نفسه وإياكم يا أخوان الخوف من لقاء الله عز وجل الذي لا ريب فيه.